طيب توافق تركب كاميرات في البيت علشان تشوف اللي بيحصل في البيت؟ لا لا بقول لك انا ثقه 100 في مراتي. يعني تاخد طاقيه لخفه وما تركبش كاميرات؟ لا ما ركبش كاميرات. ما تركبش كاميرات لكن تحب طاقيه لخفه علشان نعمل فيها حاجه كده؟ مراتي انسانه ملتزمه. طب متدينه بنت ناس بنت رجاله ودي اهم حاجه كده. النسب ده مش بتتجوز واحده بس, انت بتاخد العيله كلها على بعضيها يعني. فبنت رجاله. أخوها كان المعرفة بيني وبينها كان صاحبي وصاحب إخواتي, فهو اللي قال لي هريحك والله يحفظها ويخليكم لبعض. هي كانت كبيرة في السن شوية لأن من نوع القفلة, فلما قلت لها أنا ما بخلفش وافقت على طول يعني. طب حضرتك ما كانش ليك نصيب في الإنجاب؟ أه لا. ما فكرتش تتبنى أو كان نفسك إنك تتبنى؟ والله حضرتك ما فكرتش تتبنى أو كان نفسك تتبنى؟ للأسف لما اتجوزت الاثنين قبل كده ما كنتش مستقر. لما اتجوزت مراتي دي فوزية استقريت, جيت أحاول أعمل الحكاية دي التبني لا مش تبني تكاف, لقيت نفسي أكبر من المفروض. وانت عارفة قوانين الأب كذا والأم كذا, الأم كانت في المتناوب لكن أنا كنت أكبر. وحصل خير وده اللي طلبه ربنا يعني اللي عايزه ربنا يعني. وعشان كده تملي انا بروح بقى على رحلات كتيره جدا الحمد لله, شرق وغرب وكل حته الحمد لله. لكن مؤثر فيك الموضوع ده؟ كان نفسك يبقى عندك طفل, كان نفسك يبقى عندك او يبقى في تكافل, او يعني الفرصه كانت تسمح لك بحاجه زي كده؟ انا مؤمن زي ما قلت لك الحمد لله برضه بقضاء الله وراضي وسعيد الحمد لله. فما فيش حاجه مضايقاني حتى قصه القامه ده وضعفي عن اي راجل في سني. بالعكس ده ميزه ربنا يخليك, هو ميزه. طب هو اللي ده في شغلي يا ستي. كان رؤسائي بيحبوني كابنهم, هو مرؤوسيني بيحبوني كابنهم. يعني شوف بقى الابن اغلى حاجه في الدنيا.